تحتاري من بعد اليوم. انت عندك مناجير بقلب البيت، اليوم رح حلمك على طريقة بتاخد العقل، اليوم كيف نحنا رح نستخدم المناجير بكذا طريقة. بداية احبائي مثل ما شايفين انا عندي هون المفاتيح، امرار بوصل بكون عنا نحنا اكتر من 3-4 مفاتيح او 5-6-7 مفاتيح بقلب المفاتيح. مثلا انا عندي هون مفتاح السيارة، مفتاح البيت، مفتاح المحل، مفتاح مثلا اي مفتاح. اوكي طيب مثلا انا بدي افتح الباب ومحتارة، طيب هيدا المفتاح لاي وهيدا المفتاح لاي وهيدا المفتاح لاي، شو بتعمل؟ ما عليكم لا تستخدموا هيدي الطريقة. مثلا انا عندي هيدا مفتاح البيت مثل ما شايفين، شو بتعملوا؟ بتجيبوا اي مناجير لون عندكم، طبعا بتجيبوهم 3 الوان، رح نفتحه بهيدا الشكل ورح نحط هيدا مفتاح البيت. هيك ساعتها انتم مثلا بتعلموا نص هيك، انتم ما بقى لا تحتاروا ولا اي شيء، بتعرفوا انه هيدا شو مفتاح البيت عندكم. اوكي من الميلتين او بالميل الوحدي، شايفين كيف؟ هلا رح نجيب اللون الثاني. اوكي هذا بنقول مفتاح المحل. اوكي نجيب بنحط عليه لون زهر، شايفين كيف؟ هيك انتو ساعتها لا بتحتاروا ولا اي شيء نهائيا. اعتمدوا على هيدي الطريقة وكتير حلوة، وطبعا اذا اول مرة تفوت على القناة وعجبك المحتوى ما تنسي تكبس كلمة اشتراك او سبسكرايب حتى يوصلك مني كل شيء جديد ومفيد. طبعا فيكن انتو التالت تخلوه مثل ما هو، فهيك نحنا ميزناهن عن بعض، يعني هذا مفتاح البيت وهيدا مفتاح المحل، شايفين كيف طريقة كتير حلوة. رح ننتقل للفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها كتير حلوة كمان، هي خاصة عن المناجير. مثلا أنا عندي هون المناجير الشفاف، ومثلا انتو عندكم ذهب بقلب البيت، ذهب برازيلي، ذهب أي شي كرمال ما يروح لونه ولا أي شي، بتجيبه الأسيتون، مش الأسيتون، المناجير اللون ترانسبارو لونه أبيض، رح نفتحه ومنصير نحط عليه بهيدا الشكل. طبعا ها منه ذهب، بس كرمال ما يروح لونه منحط عليه بهيدي الطريقة، وهون مستحيل يروح لونه لأنه هون نحن عملنا طبقة عازلة على الجنزير، شايفين كيف؟ بهيدا الشكل. اعتمدوا على هيدي الطريقة وكتير حلوة بالخواتم. طبعا اذا انتو جبتوا مثلا خاتم او اسوارة كتير رخيصة لونها ذهبة، ما عليكم الا تجيبوا المناجير اللون ترانسبارو بهيدي الطريقة وبتحطوا عليه بهيدا الشكل. ومثلا كمان طبعا هلا انتو اوقات بتجيبوا كمان ساعات، ففيكم كمان تستخدموها بهيدي الطريقة. والفكرة الأخيرة كتير حلوة، مثلا أنت بتخافي كتير على مصرياتك، بتخافي على إذا كان أنت مثلا معك مبلغ كتير كبير معين وبتحتار وين بدك تحطي، ما عليك مثلا نعتبر إنه هيدي معنا هيدي 100,000. أوكي لأنه نعتبرها إنه هيدي 100 دولار، وأنت خايفين حدا يسرق لك إياها من البيت أو بتشكي حدا من العيلة أو بفت لعندك جيران، ما عليك إلا تستخدمي هيدي الطريقة. شو بتعملي؟ بتجيبي 100 بتحطيها بهيدي الطريقة، لكم محلاها بهيدي الطريقة، هي مستحيل حدا يعرف، انتو اعتمدوها بتعملوها بهيدا الشكل. بتجيبوا المناجير، طبعا هو بيكون له فتحة هيك بتشدوه، بتحطوا مصرياتكم وين؟ بهيدي الطريقة. هون مستحيل يعرف الحرامي او اي حدا انه انت وين حاطة مصرياتك بقلب هيدي العلبة. فنحن هون حطيناها بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ بتحطوها بهيدي الطريقة، هون ولا ممكن يعرف انه هو شو، انه انت مصرياتك بقلب المناجير. طريقة كتير حلوة واعتمديها. اوكي رح نشدها كتير منيح، وهيك مستحيل يعرف اي حدا ان انتو مصرياتك بقلب هيدي العلبة. اعتمديها واكتبوا لي رأيكم بالتعليق.